وقت نقدروا نحفل مراسم تقيم من المعاصر بهذا المشروع الكبير. الحقيقه نتواجد بهذا اليوم في احتفالات مصر، ولما بنقول مصر احنا بنتكلم على مصر الجديده، مصر الحديثه، مصر في شكلها الجديد. ووجودكم معانا النهارده يؤكد انه مصر بتمضي في الطريق الصحيح في وسائل مسار الاصلاح الاقتصادي، ووجودكم معانا بيدعمنا ويؤكد ان هذا الاستثمار ان شاء الله اللي احنا بنصدده النهارده بيتوافق وبيتواكب مع استراتيجياتكم اللي هي بتتوافق مع استراتيجياتنا في دفع عجله التنميه وتشجيع الاستثمار وتشجيع وتنميه القطاع الخاص وتنميه دولة. نؤكد بترحيبنا بالنسبة لهذه المشروع الهام العملاق اللي احنا تاني بنقول ان احنا بندعم مثل هذه المشروعات، ودائما هنكون ابدا مذلل لاي عقبات او اي معوقات واي مقترحات لدفع مثل هذا المشروع بدون اي مشاكل بدون اي عوائق. وطبعا احنا في النهايه بنقول ان احنا دليل على ان احنا بنتكلم على مصر حديثه ومصر جديده واصلاح اقتصادي، ان احنا كمان النهارده بنتكلم على مشروع في المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس، وهذه المنطقه الاقتصاديه الجديده اللي كل يوم التاني احنا بنحتفل بوجود مشروعات جديده بيتم التوقيع عليها وبيتم الاتفاق عليها علشان تدشن فترة جديدة بإذن الله تتواجد مع رؤية كبيرة، رؤية مصر 2030. احنا طلبنا ان احنا نعظم من قيمة المكون المحلي، وده يكون من خلال الاستعانة بالشركات الوطنية الموجودة في البلد وهي ذات خبرة كبيرة وقديمة في قطاع البتروكيماويات، بالإضافة إلى الكوادر والشباب المصري المؤهل والمهندسين والفنيين اللي استطيعوا ان يقدموا الكثير في الاشتراك في هذا المشروع. الحاجه الثانيه وهي الاهم، يمكن انتم عارفين ان سياسه الدوله دلوقتي هو نهو الاعمال بمعدلات في ازمنه قياسيه، ويمكن سياده الفريق عميش كان اول واحد انجز الانجاز الخاص بقناه السويس الجديده في سنه، وبالتالي طبعا احنا بنتوقع ان كل المشروعات القائمه مش بس في منطقه الاقتصاديه بقناه السويس تتم في معدلات زمنيه قياسيه، ولكن كل المشروعات اللي بنقوم بها في مصر تتم